بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانبيني على شان ميليسا كاهنة. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة للأطفال، لينا للأطفال وعلى شان يحبوها بزاف ولادنا، اللي هي الحليب وشوكولا اللي راه يتباع يعني برا سون سيتي لي مارك، يعني ولادنا بزاف يحبوهم، كل ما نخرجوا لازم نشرو لهم. اليوم جبت لكم طريقة اقتصادية راح تربحوا يعني فوتر اجونت بوش درهمكم في جيبكم، وصحيا راح تخدموها في البيت احسن واحسن. بالله دونك هنا عندي بوغ ليتر دو لي ليتر تاع الحليب نسحقو. دونك نبدا هنا بسم الله نحط كامل النواشف اللي هي نعاود زوج مقارف كبار ممسوحين تاع فلان وشوكولا، بودره الفلان، زوج مغارف كبار معمرين تاع كاكاو حلو ماشي مر، عندي ثلاث مغارف معمرين مليح تاع السكر، وعندي زوج مغارف ممسوحين تاع المايزينا. نزيد عليهم زوج مغارف تاع حليب بودرة الشوكولا، لا بودر شوكولا يعني اللي نزيدوها لولادنا باش يشربوا حليبهم. سي تري امبورطون، هنا لازم نحركوا النواشف هكذا يعني بارد في بارد، لانه لو كان نحركوهم فوق النار راح يديروا لنا هذوك لي كريمو. دونك نحرك خبيا حتى يدوب كلش. الوغ هنا حنزيد عليهم قرصة تاع الملح، جو دي بيان قرصة اون بانسي، هاد الملح هو اللي حيخرج لنا لي سافور دو شوكولا، يعني هو اللي حيخرج نكهات الشوكولا كامل اللي درناهم هنا. هاديك هنا دابو كامل النواشف لي الماتيغ يعني هادو مانساش لي ستون. دركا نحط لاكاسخول تاعي فوق النار هكدا، ونبقى نحرك هاد الخليط على النار، يدي متنحاش من فوي، نبدا نحرك حتى نبدا نحس يعني الخليط بدا يتقال معايا. هو يعني ماهوش راح يتقال كيما الفلون، ما تسناوش باش يعني يولي ثقيل كيما نخدمو الفلون، لانه ما فيش يعني بزاف المايزينا وما فيش بزاف الفلون، راح يعني المهم يتقال، المهم كي يسخن مليح يكفينا نطفو عليه. خليتو هنايا برد شويه يعني ولا فاتر، نحركوه شويه ونجوزوه في الصفايه هكذا يعني باش يكون معنا نت. تقدروا انكم تخدموا اي شيء ممكن ما نشروهوش من برا نمدوه لولادنا. هاوليك حليب بالشوكولا اللي رانا نشرو فيه يعني من برا، هنا قد ما يبرد نحب نقول لكم انه حيزيد يتقل اكثر، ويعني ميم لا كولور تاعو راح تولي ان بو بلو فرونسي. هذا الحليب تاعي حطيته في الفريجيدير، دوكا نقدر نستهلكو، هو هذا الحليب يجي تماما كيما الحليب اللي نشروه من برا لاولادنا، يعني بمختلف الماركات تاعو يستهلك بارد كما قلت لكم. اذا حطيتوه في قرعه مغلوقه سي بون، اذا حطيتوه في طاس كما هكا ماذا بكم يعني تغطوه ديروا له فيلم اليمونتير وتغطوه يعني باش ما تقيسوه حتى ريحه. نتمنى ان شاء الله انكم تطبقوا هذه الوصفه، وهذه الوصفه يعني طلبوها بزاف مني وراني درتها لكم، اقتصاديه بزاف لكم، تربحوا يعني دراهمكم مقارنه بالثمن اللي راني نشروه به، وحاجه نقيه كاش كيما واحد يدير حاجه في بيته لاولاده. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وصفه اليوم. كما العاده نقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه، ابونيفو سور لاشين ميليسا كاهنه. تهلاو في رواحكم، سلام.